ازاي تخلي الزيتون الاسود والزيتون الاخضر بمنتهى السهوله، وهتسمعي كلام النت وتعملي اللي بيعملوه وتبوظي الدنيا. النهارده هتخلي لي الزيتون معايا هيقعد من سنه لسنتين وزي الفل ومش هيجرى له حاجه خالص. وازاي تحطي الملح بتاعه المظبوط والحاجات بتاعته مظبوط 100%. يلا بينا على الفيديو بتاعنا، بس قبل ما يبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب لوصل مميز. طبعا هتحطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش شرفني ونورني وشيرك في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله، وتشاروا الفيديو ده على قد ما تقدروا علشان الناس كلها تعمل زيتون. بقى النهارده موسم الزيتون، اليومين دول الزيتون مالي الاسواق زي ما انت شايفه كده. احنا معانا زيتون اسود وزيتون اخضر. هتقولي لي ده زي ده في التحليل، هقول لك لا، دولو حاجه ودولو حاجه. زي ما انت شايفه كده الزيتون الاخضر ده بفتحه فتحه واحده بس، ما تفتحوش بقى فتحتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا الكلام ده خالص، زي ما انت شايفه كده فتحه واحده بس. لكن الزيتون الاسود مش بينفتح تماما، وهقول لك هنعمله ازاي دلوقتي. الزيتون الاسود انت شفتيه في الاول ده يا جماعه بيسموه الزيتون المشكلط يعني مش بتاع شوكولاته ولا حاجه، بس هم بيسموه كده. زي ما انت شايفه كده هبدا احط كميه ملح عليه محترمه وابدا اقلبه فيه بعد ما فتحته وغسلته كويس قوي، وابدا اقلب كميه الملح دي كويس قوي زي ما انت شايفه كده، لا في مصفى ولا اي حاجه خالص. وهغطيه واسيبه 3 ايام، 3 ايام بالملح بتاعه ده. حطيتي ملح قد ايه؟ يعني نقول مثلا يعني 5 معالق للكيلو، 5 معالق كبار هرمين للكيلو. ده طبعا كميه كبيره، فعلشان كده حطيت كيس كامل. وانا كان خلصنا من الزيتون الاخضر دلوقتي، المرحله الاولانيه خلصت، هسيبيه 3 ايام. نيجي للزيتون اللي هو الاحمر، لا الاسود، مش هو محمر هو مشكلط بقى، يعني شويه حمران شويه ايه سمران كده زي ما انتوا شايفين كده. حبيتهم ما شاء الله محترمه، جايلي كميه كويسه، فقلت ان انا اخليها معاكم. هتحطي كميه ملح كتير وتبداي تغلفيه كله بالملح زي ما انت شايفه كده. طبعا قلت لكم الزيتون الاسود مش بينفتح تماما، بس في اختلاف عن الزيتون الاخضر. بنجيب مصفى، هتجيبي مصفى وتحطي الزيتون كده زي ما انت شايفه كده في المصفى، علشان انا عايزه يصفي المراره اللي فيه كلها. لازم المرحله دي تعمليها، لان الزيتون الاسود مش بينفتح تماما، خلي بالك من النقطه دي. زي ما انت شايفه كده بملحه كويس قوي قوي قوي. وتجيبي بقى طبق ولا اي حاجه، تجيبي تقل، احنا عايزين نتقل جامد علشان نضغط عليه فالمراره تكون مع الملح في المصفى اللي تحت، بس تكوني سايبه تحت مهوي كده. هتجيبي مثلا صينيه وتحطيها فوق الزيتون، وتجيبي مثلا ازايز ميه تقيله كده زي ما انا هعمل دلوقتي. جبت السرفيس كده وجبت ازايز ميه مليانه ميه، وقمت حاطاها عليه علشان تديني تقل فتضغط تنزل المراره كلها في من تحت المصفى. نيجي بقى نجهز الحاجات بتاعتنا. نجيب شطه حمراء يكون بتحرق، اهم حاجه تكون حاميه، مش هينفع شطه برد ابدا. هتقولي لي ليه؟ هقول لك، لان الشطه الحاميه دي هي اللي بتمضى الحفظه بتاع الزيتون، بيقعد الزيتون بقرمش معاكي للنهايه وما بترش منك، وبيعمل ان هي مضى حفظه للزيتون. فلازم تجيبيه يكون شطه بتحرق جدا، وما تخافيش لما بتيجي تاكلي الزيتون مش هيبقى بيحرق معاكي ولا حاجه، الحراره دي بتتبرد شويه ما تبقاش بتحرق قوي زي ما يكون فولها كده. ببدا اقمع الشطه زي ما انت شايفه كده واقطعها قطع علشان انا افرمها في الكبه، واسيب كده يعني اسيب شويه كده اقطعهم حتت علشان احطهم في قلب المخلل علشان يديله حراره. هتقولي بالبذر بتاعه، لازم يكون بالبذر بتاعه، اوعي تشيلي البذر، لان البذر ده هو اللي بيبقى فيه الحرقان كله، وهو ده اللي احنا عايزينه. نروح للكبه بتاعتنا ونفرم بملح، يعني وانت بتفرمي كده حطي شويه ملح عشان ينفرم معاكي، مش شرط يكون ناعم قوي ولا حاجه. احنا كده كده قطعين قطع كده شطه وهنحطها مع المخلل. حابه برضو تحطي شطه خضراء، بس الشطه الخضراء مش هينفع تنفرم، هتسيبيها قرون زي ما هي كده وتخلي ليها. لكن الفرمان ده لازم يكون شطه حمراء ويكون بتحرق، دي تكايه مهمه حابه اقولها لك، تكون بتحرق. وابدا افرمه كده. طيب في تكات مهمه حابه اقول لك عليها في التخليج، تابعيني للنهايه علشان ما تغلطيش غلطات ناس كتير والاخر يبوظ المخلل بتاعهم. وجايبين معانا جزر برضو بعد ما خلصنا كمية شطة، ده جايبين جزر. هنبدأ نبشر الجزر، نقشره وغسلناه وقشرناه، وبعد كده هنبدأ نبشره.
زي ما انت شايفة كده، انا بشرت شوية من الناعم وشوية من اللي هو الكبير، فحسيت ان الناعم احسن، فبدأت ان انا ايه ابشره من الناعم زي ما انت شايفة كده. اهو بوريك اهو، ده ناعم وده خشن. انا ابشر كمية كويسة كده، يعني للكيلو حوالي جزرتين، يعني للكيلو حوالي جزرتين. معانا كمية حلوة قوي قوي من الليمون. هناخد الليمون ازاي؟ يعني كل كيلو زيتون بياخد قد ايه ليمون؟ انا هقولك المقدار علشان تبقي انت عارفة. كل كيلو زيتون هياخد منك ربع كيلو ليمون. متفقين؟ متفقين. بس اهم حاجة تعصريه ببذر وبالتفل وكل حاجة، اوعي تعصري، بس اوعي بقى تروحي تعصرولي في الخلاط. لو عصرتيه في الخلاط هيبقى مر. اوعي تعملي الخطوة دي، لازم تعصريه بايدك كده والبذر بتاعه بالتفل بكل حاجة. وهنحتفظ بالقشر برضو، مش هنرميه، لان احنا هنحط القشر، والقشر برضو له فايدة كبيرة هقولك هي ايه. زي ما انت شايفه كده، عصرت لك لكيلو كيلو زيتون له ربع كيلو ليمون. طيب نشوف هنعمل ايه. الزيتون بعد ما مر عليه 3 ايام بيبقى كرمش كده، ما تخافيش، الكرمشه دي اول ما بنحطه في الميه بتاع التخليل بيفنش تاني ويرجع لوضعه الطبيعي. هنغلفه بشويه شطه وقطع برضو من الشطه كده، وهنجيب شويه بشر جزر ونبدا نقلب الكلام ده كله مع بعضه. طبعا الزيتون يا جماعه ما غسلتوش، طبعا غسلاه في الاول خالص، لكن بعد ما غلفته بالملح ومر عليه 3 ايام ما تغسلهوش. ابدأي ان انت اللي فيه بالخلطة زي ما انت شايفة كده، زي ما انت شايفين كده. طيب الملح ايه اخبار الملح معانا؟ هتحطي لكل كوباية 200 ملي حوالي 3 معالق هراميين من الملح. هتقولي لي ده كتير، هقولك اه كتير، لان الزيتون بيحب الملح الزيادة شوية علشان يطلع المرارة منه، فايه غير المخللات التانية. المخللات التانية ممكن تاخدي في الكوباية الواحدة معلقتين ملح، لكن ده في كوباية المية اللي هي 200 ملي 3 معالق هرميين ملح كبار. متفقين؟ متفقين. يلا بينا نعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده اهو بيبقى مكرمش كده بعد 3 ايام. انا دلوقتي هوريكم، موريتكوش المية اللي طلعت منه، طلع مش عارفه المقطع ده راح فين بصراحه. تحت المصفى تحت الميه كده نزل ميه كتير. اهو ببدا احطه في البرطمان، نروح للزيتون بتاعنا. الميه نزلت منه قد ايه؟ شايفين بعد مر عليه 3 ايام. ما تقوليش ان الفتحه دي هتسوده، والسواد ده كله يا جماعه بيروح بعد ما بنحطه، نحط له ميه التخليل. محدش يقول لي ده انت هتفتحيه ويسود ما يغرقش اللون بتاعه ده دلوقتي، لكن لما بتحطي ميه التخليل عليه لونه بيفتح جدا، بيبقى زي الفل. لازم تتبعي الخطوه دي علشان المراره تطلع منه، علشان تاكلي منه بعد شهر واحد. لكن لو عملتي غير كده هيقعدي 3 شهور ولا حاجه، وشايفين الماء اللي نزلت منه دي كلها منزله المراره معاه، فلازم الفتحه دي عشان تنزل لك المراره اللي فيه. طبعا هو دلوقتي شكله مكرمش وحالته حاله. بعد ما نحط ميه التخليل بقى والكلام ده بيفنش تاني بيرجع لوضعه الطبيعي. متفقين؟ برضو متفقين. حطيتي بقى اللايك ولا لسه؟ ما حطش لايك وحط اللايك، ولو ما اشترك يشترك في القناه. زي ما انت شايفه كده بنحط دقه برضو الشطه اهو. اللون ده يا جماعه ما اللون ده كله بيروح لما بتحطيه في ميه التخليل، يومين اتنين بتلاقيه بيض وبقى زي الفل. احنا بنعمل الكلام ده علشان المراره كلها تطلع منه. زي ما انت شايفه كده هبدا اقلبه اهو، ونبدا برضو اعبيه ببرطمانه. نروح بقى لميه التخليل بتاعتنا ونشوف هنعمل الميه التخليل زي ما انا قلتها لك، يعني المقدار اللي انا بحطه ده مالكيش دعوه منه لاني ما عندي كميه كبيره. انا بقول لك الكيلو الزيتون هتحطي للكوبايه 200 مللي 3 معالق ملح كبار هرميين، والكيلو الليمون الكيلو الزيتون بياخد له ربع كيلو ليمون. متفقين؟ متفقين. الميه من الفلتر يا جماعه، ما عندكيش فلتر هتجيبي ميه وتغليها وتبرديها الاول وبعدين تشتغلي فيها زي ما انت شايفه كده. وابدا اقلب. الزيتون يا جماعه بيحب يكون حادق، حادق بزيادة شوية علشان يمتص المرارة اللي فيه. حابة ان انا اقولك الملحوظة دي، ما تقوليش ان المية تبقى حادقة. ايوه الزيتون بيحب المية حادقة عشان ينزل المرارة. ونروح نعبي في برطمانات. شوفوا بقى قشر الليمون فايدته ايه. شايفين البرطمانات دي انا حاطة قشر الليمون فوق كلها، سدها بقشر الليمون من فوق، مش هحط زيت ومش هحط اي حاجة خالص. بعض الناس يحطوا زيت وكلام، ما تخافيش مش هيعفن منك الوش، مش هيجرى له حاجة خالص، بدام انت مديله الملح المظبوط وعملتي نفس الحاجات اللي انا قلت لك عليها. الليمون ده لا قدر الله حتى لو في مثلا الوش مثلا في وش عمل وش من فوق، يبقى هو قشر الليمون اللي على الوش،
فانت هتعملي في كل برطمان هتحطي، هتبدأي تحطي قشر الليمون كله على الوش كده، يتكي عليه وتحطيه زي ما انت شايفه كده. ببدأ انزل المحلول. طيب البرطمانات دي هنفتح عليها ولا ايه الوضع؟ هقول لك هنعمل ايه، انتبهي بقى ايه، انتبهي لي شويه هقول لك ايه. دلوقتي انت هتحطي البرطمانات وتقفليها، تجيبي بلاستيك وهنقفلها مع بعض برضو دلوقتي، وهتحطيها بعد اسبوع بالظبط هتفتحي، هتفتحي عليها تقلبيها تقليبه، تخرجي الهواء منها شويه كده وتقفليها نفس القفله تاني لمده شهر، وبعد كده بعد الشهر تاكلي بقى وتدعي لي. انا مستنيه تعملي طريقه دي وتكتبي لي كومنت، طريقه فعلا حلوه جدا جدا جدا. بعد ما خلصناهم وهو طبعا البرطمانات بقى، بدات الم البرطمانات اللي في البيت كله علشان الكميه كانت عايزه برطمانات كتير. ببدا احط بلاستيك الاول، اهم حاجه كيس كده علشان الهواء ما يخشوش، تسيبيه فراغ شويه، ما تمليش البرطمان على اخره علشان ما يفرش منك تاني يوم تلاقيه فرع على الارض، لان المحلول بيفور برضه، فما تملهوش على الاخر علشان ما يفرش منك. زي ما انت شايفه اهو، بحط كيسه جوز اتنين وبعدين اقفل البرطمان كويس قوي، شايفين؟ لو عايزه اي استفسار ابعتي لي كومنت وان شاء الله هجاوبك عليه. وكل سنه وحضراتكم طيبين. الزيتون بقى موجود في الاسواق، ويلا بينا امي خلي لي الزيتون بمنتهى السهوله، سواء اسود اخضر بقى مفيش مشكله خالص. أسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.